جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. أنا هيك نفهم، فما يعني فما إجراءات باش ندخلوا، فما إجراءات أمنية، فما إجراءات حيوية. احنا ما بينا مش صالون، نعطيوكم طلباتنا. ما رأنا أنت عندك اجتماع. والله نحن اليوم عندنا جلسة عمل وزاري ومجلس وزاري مضيق 5 مساحات حول موضوع الإجراءات العاجلة تاع اليوم في مختلف الوزارات. باش نعملوا مجموعة من الجلسات. بالنسبة نحن الوزارة حضرنا بالاستماع ساعة الإطارات الوزارة والوكالات والمراكز المتابعة لنا بالنظر، وبالاستماع إلى الجمعيات وخاصة الجمعيات المعطلين عن العمل والمجتمع المدني ومنظمات الوطنية الشركاء الاجتماعيين الكفاءات الفرات الوطنية اللي أتيحت لنا الفرصة باش نسمعوهم باش نقترحوا مجموعة من الإجراءات العاجلة. كنا أعلنا أمس في القيروان عن هذا البرنامج العاجل اللي يخص المراكز التكوين المهني، فما عدد اخر من البرامج العاجله اللي الحقيقه نحن مش نناقشوا ساعه في مجلس الوزراء وبعد ان شاء الله نعلنوا عليها، ولكن احنا عندنا معناها برنامج في اطار ال 100 يوم ان شاء الله اللي يكون فيه يعني اباك فيما يخص قطاع اما التكوين المهني او فيما يخص قطاع التشغيل والتحفيز على خلق المؤسسات. ايضا عندنا ان شاء الله افكار في هذا الاتجاه. الهدف نتاعنا هو انه المشكل هذا ساعة نحسوا به كأولوية وطنية كوز ناسيونال، لازم الكل نتجند وراهي مسؤولية الجميع، لازم الكل نتعاونوا بخلق ظروف الاستقرار والظروف الأمنية والظروف الاجتماعية والظروف الثقة والظروف السياسية الملائمة، كل واحد من موقعه. والصالون هذه فرصة اليوم لأنه هو شراكة بين القطاع الخاص وبين الدولة والمجتمع المدني والباحثين عن الشغل، كلهم يتعاونوا مع بعضهم وخاصة على مستوى 4 ولايات باش يخلقوا الفرص نتاع الالتقاء بين القطاع الخاص وبين الناس اللي تبحث عن شغل، بتسهيل من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووكالة التشغيل والعمل المستقل وكل المتدخلين، من أجل أنه احنا اليوم نحلحلوا الموضوع هذا ونلقاو ثم 700 واش فرصة عمل اليوم موجودة في مركز إن شاء الله يخرجوا 700 عقد شغل أكثر، وان شاء الله تكون فرص اخرى على مستوى الولايات الاخرى ايضا في هذا الاطار. هذه من المبادرات اللي احنا نحبوا ندعموها باش نجموا نحلوا مع بعضنا المشكل هذا اللي هو مشكل ستركتوريل، معناتها مشكل هيكلي يتطلب اجراءات هيكليه من جميع الوزارات من جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين باش نجموا نقدموا في الملف هذا ونعملوا نتائج اللي تكون في مستوى انتظارات المواطنين بشكل عام وخاصة الشباب وخاصة الذين طالت بطالتهم. هذا نحن الهدف نتاعنا، وان شاء الله بالزيارات الميدانيه نعاينوا الصعوبات على المكان ونسمعوا، واحنا قدينا اول شيء
في الاستماع والاستماع الفاعل باش يكون فما يعني تفاعل يكون فما بناء على الحوار اللي يتم بين جميع المتدخلين. والله لقينا صعوبات في مراكز التكوين، اما صعوبات يعني تاع ماتريال وتجهيزات تخص بعض الاختصاصات، لقينا صعوبات تهم ربما حتى الظروف المعيشيه في مراكز التكوين. هنا فما حتى الصالون كنا شويه مع الباحثين عن الشغل، فما بعض المهن اللي تتطلب ادماج في الشغل، ربما تكوين تكميلي، ربما تتطلب احاطه ومرافقه خاصه. احنا سندرس ان شاء الله على مستوى الوزاره استراتيجيه وطنيه في كيفيه يعني تحسين تشغيل كل هؤلاء الباحثين عن الشغل، خاصه زوز كاتيجوري. الكاتيجوري الاولى اللي هما غير مطلوبين في الشغل بسبب صعوبات في الادماج حسب الاختصاصات، وثانيا الذين طالت بطالتهم والذين ربما معناها وصلوا الى مستوى ربما حتى نفسيا سنين ولا يعيشوا في صعوبه حقيقيه من طول البطاله. ان شاء الله نتعاونوا مع بعضنا كما قلت، وهذه مسؤوليه وطنيه جماعيه لازمنا ناخذوها مع بعضنا، واحنا في قانون ان شاء الله في يعني المده القادمه بتعاوننا وتفاعلنا جميعا مع بعضنا ومع اقتراحات بعضنا ان شاء الله قادرين باش نعملوا وزير بالنسبه لك. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.